رحب بحضراتكم مرة تانية. احنا دلوقتي في فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة، واللي هتستمر لحد يوم 29 نوفمبر بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج، واللي هتكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر. بعدها هتكون انتخابات الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر. عايزين نتكلم عن المشهد الانتخابي مع ضيفنا الكاتب الصحفي الاستاذ اسلام عفيفي اللي منورنا. استاذ اسلام صباح الخير عليك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك الساده المشاهدين. يا اهلا بيك يا فندم. في البدايه ازاي حضرتك شايف المشهد الانتخابي للانتخابات الرئاسيه المصريه؟ طيب في البدايه عايز اقول ان ما كنا لنصل الى هذا المشهد الانتخابي باربعه مرشحين في هذا الماراثون وهذا الاستحقاق الا بحاله من الاستقرار وحاله من يعني الاستقرار اللي هو بمعناه الشامل، بمعنى ان الدولة أمني وسياسي، أمني وسياسي واجتماعي وبالتالي احنا بنتكلم على مشهد لأول مرة يكون هذا العدد من المرشحين من بعد 30 يونيو يتقدموا لي هذا الاستحقاق، وده مؤشر بيقول ان في حالة من الزخم السياسي بتعيشه مصر، في حالة من الحوار وحالة من التفاعل وحالة من المصداقية للعملية الانتخابية وهذا السباق وهذا الاستحقاق، وانعكس ده على رغبة عدد من الأحزاب أن تتقدم بمرشحيها للتنافس على هذا المنصب المهم، المنصب الرئاسي. وبالتالي وجدنا أن في حزب الوفد، حزب الشعب الجمهوري، حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيتقدموا بثلاث مرشحين امام المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي. طيب حابين برضو نعرف من حضرتك اكتر عن اهميه فتره الدعايه الانتخابيه للمرشحين، كمان الضوابط الخاصه بهذه الفتره. والحقيقه ان هي الفتره الحاليه لمساله الدعايه الانتخابيه والحملات الانتخابيه والحملات الرئاسيه هي فرصه في أكثر من سياق، يعني فرصة أولا فكرة التوعية السياسية، فكرة حث الشباب وفئات المجتمع المختلفة للمشاركة في العمل السياسي والمشاركة في صناعة القرار، و يعني بمعنى أني أذهب إلى صناديق الانتخابات واختيار المرشح الذي تفضله أو الذي ترى أنه يمثلك شخصيا، هي مسألة مهمة في صناعة المستقبل وفي صناعة وفي أنك شريك في اتخاذ القرار. إذا كنت تريد أن تغير أو أنت تريد أن تغير الواقع أو أن تغير المشهد أو أن تشارك في تغيير المشهد، فأنت لا يمكن أن تفعل ذلك بمجرد الكلام ولكن بالتفاعل، بالذهاب إلى صناديق الانتخاب بالتعبير عن رأيك. ده رقم واحد. رقم اثنين أن لدينا أحزاب لديها القدرة على أنها تقدم مرشحين بهذا الثقل وبهذا الحجم، من سواء كان حزب الشعب الجمهوري، حزب الديمقراطي الاجتماعي، حزب الوفد بتاريخه العريق. فبنتكلم على أسماء سياسية ورموز موجودة في العمل السياسي لفترات طويلة، أسماء محترمة لديها رؤى، لديها وجهات نظر وآراء ومقترحات، ولديها توجهات سياسية وانحيازات معينة في هذه التوجهات، وبالتالي أنت بتقدم للمجتمع المصري وللدولة المصرية آراء متنوعة من أحزاب مختلفة في هذه الفترة، وبتعرضها على المواطنين وحسب قناعات الناس بتنحاز إلى من ترى يمثلها بشكل كبير. أستاذ إسلام، حضرتك لفت نظرنا لنقطة مهمة جدا، وهي وجود الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي والاستقرار المجتمعي. ده نتيجته ان احنا بنشهد انتخابات رئاسيه مصريه في ظل وجود مش هنقول اضطراب، لكن بعض الدول، دول الجوار التي عانت مما عانينا منه في 2010 و2011 و2012 ما زالت حتى اللحظه غير قادره على اجراء انتخابات. صحيح، يعني لا حياه بلا امن ولا 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 استقرار بلا امن، وبالتالي الالف به سياسه فكره الامان او الامن او الاستقرار، يعني والكلمه دي البعض بينظر ليها بحاله من الاستخفاف احيانا وتكون مسار يعني للسخريه او لكن هي في الحقيقه هي اساس الحياه كامله طبعا. واللي حضرتك بتقوله ان احنا نشاهد يعني مناطق مشتعله، دول الجوار في الاقليم كله، وما يشهده الان من حاله اضطراب وحاله من عدم الاستقرار، لا، المساله هنا مساله حياه، الامن حياه، ده رقم واحد. رقم اثنين
حضرتك بتتكلم على فكرة الدعاية وشروطها وكيف تتم وكيف تجري. أعتقد أن في الفترة اللي فاتت استقر المرشحين الرئاسيين على اختيار من يقود الحملات الانتخابية الخاصة بيهم، وبدأوا يعملوا يعني تحركات على الأرض، مؤتمرات جماهيرية، مؤتمرات في مقراتهم سواء في القاهرة أو في المحافظات، وبدأت تظهر آرائهم ومقترحاتهم في القضايا المرتبطة بمصر وبالإقليم بشكل عام. يعني الكلام الآن عن يعني مثلا يتصدر المشهد في الدعاية الانتخابية المسألة الاقتصادية، كيف يتم التعامل مع الوضع الاقتصادي في مصر في ظل ظروف والتحديات الموجودة سواء كانت بتواجه مصر أو بتواجه العالم كله نتيجة حروب ونتيجة أحداث عالمية يعني خارج عن السيطرة يعني ومؤثرة في كل دول العالم الحقيقة. فكرة رفع الفايدة وفكرة تدبير الأموال فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، فكرة التعليم والصحة، القضايا ذات الأولوية لدى المواطن المصري بيطرحها المرشحين وبيطرحوا آرائهم وحلولهم. لكن في كمان يعني القانون بيحدد يعني بعض العناصر المهمة في الدعاية الانتخابية. يعني هناك محظورات في الدعاية الانتخابية، على سبيل المثال مثلا التهديد باستخدام العنف أو استخدام العنف أو فكرة أنك تستخدم المنشآت الحكومية أو وسائل النقل والمواصلات في الدعاية أو دور العبادة أو المؤسسات التعليمية. يعني هناك سياق يجب أن يتم احترامه والحرص عليه وانت بتعمل الدعاية الانتخابية. مثلا التكلفة الدعاية الانتخابية للحملة يجب ألا تتجاوز 20 مليون جنيه. بعض المرشحين بيروا أن هذا الرقم في ظل الظروف الحالية ليس كافي. بعض الآخر يتحدث عن ترشيد أو الاستخدام الأمثل لهذا الرقم، وبالتالي تحصل على أعلى استخدام له وتحصد أعلى نتائج. الحملة الانتخابية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قالوا أو أعلن المستشار محمود فوزي إن هيتم ترشيد نفقات الحملة الدعائية إلى أدنى حد ممكن. وأن وطالب المستشار محمود فوزي بصفته طالب من يريد المساهمة إني لأن في الهيئة الوطنية للانتخابات بتحدد البنك الأهلي وبنك مصر فيه إن كل مرشح يفتح حساب خاص به للإنفاق على الحملة لتكون هناك شفافية ومكاشفة ومسألة في مصارحة مع الناس مين اللي بيتبرع وكيف يتبرع وكذا. فدعا المستشار محمود فوزي من يرغب في المساهمة في الدعاية الانتخابية للسيد عبد الفتاح السيسي إنه يساهم في أو يضع تبرعاته أو مساهمته في البنك الأهلي أو بنك مصر وتخصيصها لدعم فلسطين. وهنا يعني بأثني على القرار الحقيقة، وإني يعني أعتقد إن ده نهج ممكن يتم يعني مرشحين آخرين يتجهوا هذا الاتجاه، وإن ده يعني إحنا حتى في انتخاباتنا الرئاسية لا ننسى أهلنا في غزة. ودي كانت رسالة أعتقد لكل من يريد أن يتبرع لدعم القضية الفلسطينية أو دعم أهلنا في غزة. طيب أستاذ إسلام، مهم جدا أنه الناخب يعرف برنامج مرشحه. إزاي الناخب يقدر يعرف ويتعرف على هذا البرنامج؟ هو وسائل الإعلام لها دور كبير طبعا في المسألة. وسائل التواصل الاجتماعي الآن لها دور كبير في الترويج للمرشحين. خلينا نقول ان ايضا هناك ضوابط في الدعايه عبر وسائل الاعلام المختلفه. ان وسائل الاعلام خاصه المملوكه للدوله تحديدا هي يجب ان تكون وهي بالفعل على مسافه واحده من جميع المرشحين. هذا اولا فيما يتعلق بالحملات الدعائيه او في التسويق او الترويج السياسي للمرشح الرئاسي. ولكن ايضا وجود المرشحين وحملاتهم في الأقاليم في المحافظات وفي كل الأماكن وانتشارهم دي فرصة كبيرة جدا أولا لتقديم أنفسهم وتقديم أفكارهم وأطروحاتهم على المواطنين وعلى الناس ومناقشتها. ده حاجة. الحاجة الثانية أعتقد أن ده بيولد حالة من الوعي السياسي العالي جدا لدى الشباب، ودي فرصة أن الشباب يقرب أكتر من المرشحين وتعرفوا على آرائهم ويناقشوهم
يستمعوا إليهم ويكون في حالة من الـ 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 المشاركة، الزخم، التفاعل، وده كله الحقيقة بيصب في مصلحتنا كلنا، إن كلنا شركاء في هذا الوطن، وبالتالي كل الناس مطالبة بإنها تشارك وتتابع وتناقش وتسأل وتحصل على إجابات حقيقية. لأن حتى اللحظة حضرتك مفيش برنامج محدد مثلا بيطرحه مرشح رئاسي، برنامج متكامل يعني. يعني أغلب يعني المرشحين بيتحدثوا عن رؤى في قضايا محددة أو في تحديات بتواجه مصر، سواء اقتصادية، تعليم، الأمن القومي، متعلق بالأمن القومي المصري، والتعامل مع القضايا الإقليمية. فهي رؤى بتطرح حوالين قضايا محددة، يعني حسب الاهتمامات السياسية أو التوجه السياسي للحزب أو المرشح الرئاسي. طيب، عظيم جدا. بكل تأكيد يا أستاذ إسلام، إحنا مش دولة رقم واحد في العالم. أكيد. عندنا مشاكل وعندنا طبعًا تحديات، وإلا ما كانش فيه الحوار الوطني طبعا. طيب، الفترة اللي جاية المرشحين المفروض، أو ما هو المنتظر من رئيس مصر القادم؟ إيه أولوياته مثلا؟ إيه أهم القضايا اللي المفروض يشتغل عليها بشكل مباشر؟ شوف حضرتك، يعني خلينا نمد الخط على استقامته، إن التحديات الحالية مستمرة معنا الفترة القادمة، وإن كانت هناك بارقة أمل في توجهات الدولة ومؤسساتها في الخروج من التحديات أو الأزمة الاقتصادية بشكل كبير، لكن خلينا نقول إن الأزمة الاقتصادية هي رقم واحد، وهي الصوت الأعلى، وهي ما تهم المواطن بشكل أساسي، خاصة فيما يتعلق بموضوع الأسعار، يعني توفير السلع والأسعار. السلع موجودة، لكن الأسعار لا، في معاناة كبيرة في مسألة الأسعار، في تضخم، في رقم اثنين مسألة مثلا التشغيل والتوظيف، وإزاي نفتح أسواق العمل للشباب. أعتقد مسألة قضية التعليم هي قضية أزلية ومستمرة منذ عقود، لا يمكن حلها بين يوم وليلة، ولكن أيضا المجتمع شريك في الحل، بمعنى ان اذا طرحت حلول واذا تم وضع برامج لتطبيقها يجب علينا كلنا، واحنا يعني عندنا ابنائنا وكده، بنبقى منزعجين جدا من اي حالات تطوير او حالات تغيير، او المقاومه اللي بتحصل من المجتمع قد لا تؤدي الى نجاح البرنامج الموضوع، حتى ولو كان افضل برنامج لحل ازمه مثلا التعليم. وهكذا مساله الصحه هي مساله في غايه الاهميه بالنسبه للمصريين. كان في موضوع، يعني الحقيقه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس وليس مرشح، هو كان لديه مبادرات استثنائيه في تاريخ مصر كله لم نرها من قبل، لوضع حلول استثنائيه فيما يتعلق بقضيه الصحه تحديدا. يعني مبادره 100 مليون صحه، الكشف المبكر عن السرطان و الحالات الحرجة وقوائم طويلة والقضاء عليها، فيروس سي تجربة ملهمة من مصر قدمتها لمنظمة الصحة العالمية والعالم كله الحقيقة، وشهد بها منظمة الصحة ومنظمات دولية ودول كثيرة. وبالتالي احنا مش رقم واحد، بس احنا مش في ديل قائمة الدول التي تعاني او التي كذا. فكرة الاستقرار فكرة مهمة، والبناء عليها مسألة مهمة، وضع حلول بشكل مبادرات استثنائية زي اللي حصلت على مدار الفترة الماضية من رئيس عبد الفتاح السيسي مسألة مهمة، لأن أنت إذا لم تكن قادرا على حل قضية الصحة بكاملها فأنت بتختار النقاط الأصعب وتحاول تحلها. منظومة التأمين الصحي اللي بدأ تطبيقها في محافظة بورسعيد وهتمتد إلى محافظات أخرى بشكل غير مسبوق، وهي فكره عظيمه، لكن ايضا هناك تحديات، كيف توفر التمويل اللازم للتامين الصحي لعلاج المصريين، وكيف تتكفل الدوله بهذا الامر. المجتمع المدني دوره ايه، وازاي نوفر التمويل اللازم. كل دي اسئله الحقيقه مطروحه على كل المرشحين، ومطلوب منهم مش بس وجهات نظر او رؤيه او لا، انت تتكلم في كيفية الحلول على أرض الواقع، وهل هذه الحلول قابلة للتطبيق ولا لا. ويعني مثلا أحد المرشحين الرئاسيين بيتحدث عن أني أنا يعني لن أتعامل مع صندوق النقد الدولي. أنا معاك، أنا موافق جدا. رؤية حضرتك وحلولك، وما هي البدائل؟ التصور الشامل إيه؟ وما هي البدائل؟
أنت هنا لست في موضع التنظير السياسي ولكن أنت في موضع المسؤولية طبعا. هناك فرق كبير. يعني أنا أتكلم مع حضرتك دلوقتي في حاجات عظيمة جدا ولكن في مسألة التطبيق هناك تحديات على أرض الواقع. ما هي ما يعني كيف ستتعامل مع هذه التحديات؟ هي دي اللي بنسميها الواقعية السياسية. مواردك واقتصادك والظرف اللي بتعيشه كيف تتعامل فيه؟ دي كلها كيف تطبقه كمان يعني؟ طبعا. طيب يعني بالنسبة لفترة الدعاية الانتخابية يا فندم، أولا هل 30 يوم كافية؟ وإيه اللي بيحصل خلال هذه الفترة؟ يعني أولا إحنا يعني خلينا أقول بصراحة شديدة، إحنا مش بنقدم ناس مجهولة إلى المواطن المصري، لكن هي أسماء سياسية موجودة وأحزاب موجودة وقائمة، وبالتالي أيا كانت الفترة الانتخابية، يعني بنتكلم 20 يوم أو شهر أو أكثر أو أقل، المسألة هنا مش بالمدة ولكن بما يطرحه المرشح الرئاسي على الرأي العام وعلى وسائل الإعلام وعلى ومدى قناعة الناس بهذه الرؤى وبهذه المبادرات أو المقترحات وبالشخص نفسه المرشح ويعني الوزن النسبي للحزب الذي تقدم بمرشح وشعبية هذا الحزب وانتشاره على مستوى محافظات مصر. وهنا المسألة مرتبطة أيضا ب يعني احنا ملناش تاريخ طويل قوي في الانتخابات الرئاسية، عارفين ان احنا تاريخنا كويس قوي، وبالتالي ده واحد من احد التحديات المهمة جدا فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي تحديدا بعيدا عن الانتخابات البرلمانية سواء مجلس نواب او مجلس شيوخ. الانتخابات الرئاسية نحن حديثي عهد بهذه المسألة او حديث عهد بهذا الامر، وبالتالي احنا لا محتاجين المرشح تكون لديه ثقافة هذه يعني هذا العمل السياسي على المنصب الرئاسي وكيفية إدارة حملة انتخابية والخطاب السياسي كيف يتم صياغته وكيف يتم توجيهه وللفئات التي يستهدفها المرشح، سواء بيتكلم للشباب، بيتكلم عن المرأة، بيتكلم مع الفلاحين، بيتكلم مع عمال، بيتكلم مع طبقة المثقفين، بيتكلم مع وهكذا، فلكل فئة لغة خطاب. صحيح. مسألة الترويج هنا مسألة مهمة محتاجة ناس محترفة دعاية ومحترفة تسويق. وهنا المسألة برضو ليست مرتبطة بالمال، لأن المال السياسي ممكن يكون باب من أبواب الفساد، لكن هو كيف يتم تسويق الفكر هي الفكرة البطل، وهي الأفكار هي البطل طول الوقت، وبالتالي هو ده اللي يخلي المرشحين الناخبين أو المواطنين يلتفوا حوالين مرشح ويعزفوا عن مرشح آخر. ممكن تلاقي مرشح مفوه يتحدث يعني بلغة عظيمة وخطابة يعني من أيام من قبل الإسلام يعني، لكن الفكرة هنا مش في القدرة على أنك أنا محرض الجماهير وأنا لا، الفكرة هنا في كيف تدير دولة، وهذه مسؤولية كبيرة جدا. احنا بنشوف دلوقتي التحديات اللي بتواجه مصر وبنشوف القيادة السياسية كيف تتعامل بهدوء بحكمة، الكلمة بحساب، صحيح، العبارة بحساب، الموقف بحساب، ومن سيحاسب على هذه الفواتير؟ الناخب كمان يا فندم عنده درجة عالية من الوعي، المواطنين يعني في حالة من الاصطفاف حول الدولة الآن تعيدنا إلى أجواء 30 يونيو، كان المصريين جميعا على قلب رجل واحد، شباب وشابات، نساء وكبار وشيوخ والشباب الصغير السن، الصبية يعني لو جاز التعبير. فالأزمة الحالية فجرت داخل المصريين الإحساس بالانتماء، بالولاء، بضرورة الحفاظ على بلدهم. صحيح. والالتفاف حولين القيادة السياسية في فترة صعبة الحقيقة، وأعتقد أني إحنا كمصريين فخورين ببلدنا، فخورين بقيادتنا السياسية بالقرارات وبالمواقف الشجاعة والجريئة والنبيلة والقدرة على الحفاظ على هذه الدولة ويعني والمنطقة كلها الحقيقة على المحك. وعشان كده بنقول لكل شعب مصر واجب وطني، خروجك للإدلاء بصوتك في هذا الاستحقاق المهم جدا ده واجب وطني. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي، شرفتنا فندم. شكرا لحضرتك.